واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوتة فوجئت ان هي بتقول ان هي بتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتفرج على ليش هيك فعلا؟ ايوه. حبي سات سيفن كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جاي من قرقوش برضو؟ ايوه من قرقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قوليلي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 شهور. ايه اكتر حاجة انت حاسة ان هي كنت بتحبيها في قرقوش مش موجودة هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسة قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا ما فيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو، بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات سيفن كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقه، واذا هوني كان عندي صديقه اسمها ساندرا، وكنا انا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسه مع بعضنا، مع انه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني اذا هي غلطت علي وانا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه اريد اشوفها. شوف بس، انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا ما اعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وانا حتى احبها، ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة يعني ايه؟ يعني علوة ارجع نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا، وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله، ما كيفنا نحنا، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانة بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قرقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قرقوش، يعني رحنا من قرقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. أنت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وأنت حتى علمتني. علمتك إيه أنا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري. أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وأنت عارفة إن يسوع مش هيسيبك أبدا صح؟ ما رح يسيبنا إذا مؤمنة وثابتة بينه، ما رح يسيبني. طيب قوليلي، انت فاكرة ترنيمة او فاكرة حاجة لما بتبقي قاعدة لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكرة ولا حاجة خالص؟ عندي ترانيم. طب تحبي تقولي اكتر واحدة انت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك، ايه رأيك؟ اكو واحدة